ارتفاع قوي جدا وجنوني في ساعة تنفيذ كيلو الفراخ البيضة. أول مرة في التاريخ تنفيذ كيلو الفراخ البيضة يوصل بالسعر ده. طبعا كل مربين الدواجن النهاردة فرحانين جدا، وكل عام دورة فراخ بيضة بيطلعها الأيام دي هيكسب كويس جدا، وألف ألف مليون مبروك لكل مربين الدواجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد، فضلا وليس أمرا. أول حاجة نصلي على رسول الله، واللايك الحلو بتاعكم اشترك في القناة، وتعالى أقول لكم أسعار الدواجن من عمر يوم واحد لغاية الذبح. أسعار الدواجن يوم الأربع 14/2/2024. وليكم الأسعار: كتكوت أبيض أهالي ب26 جنيه، كتكوت أبيض شركات بادئ من 30 وأعلى سعر 33 جنيه، كتكوت بادو حر ب6.5 جنيه، كتكوت بادو مشعر ب8.5 جنيه، كتكوت ساسو جلتاني ب12 جنيه، كتكوت ساسو شفر ب14 جنيه، كتكوت فيوم بلدي ب8 جنيه، كتكوت بادو هجين ب8.5 جنيه، كتكوت بادو هجين بتهجن عالي ب11 جنيه، كتكوت رز فرز برابر ب8 جنيه، كتكوت رز على وش ب13 جنيه، كتكوت رز فرز ديوب ب17.5 جنيه، كتكوت جميزة بيور ب17.5 جنيه، كتكوت سمان ب2.5 جنيه، كتكوت رومي اسود او كتكوت رومي برونزي نفس السعر عامل 40 جنيه، كتكوت الوز عمر يوم واحد الكتكوت النهاردة عامل 43 جنيه، بط مسكوف R41 البطاية النهاردة عاملة 37 جنيه، مسكوف مخلط 35 جنيه، بط مر المحلي 35 جنيه، بط بلدي 30 جنيه، بط بكينة عادة 17.5 جنيه، بط شرفان ب20 جنيه، بط فرنساوي بيور ب22 جنيه. أما عن أسعار تنفيذ الأبيض زي ما قلت لكم، ارتفاع قوي جدا وجنوني في سعر تنفيذ كيلو الفراخ البيضة. تنفيذ كيلو الفراخ البيضة جملة من أرض المزرعة بيطلع 97 جنيه الكيلو الواحد. تنفيذ كيلو الفراخ البلد الحر والبلد المشعر جملة من أرض المزرعة 120 جنيه. تنفيذ كيلو الفراخ الساسو 110. تنفيذ كيلو الفراخ الرز والفيوم الجملة من أرض المزرعة 115 جنيه. تنفيذ كيلو روم برونزي 110. تنفيذ كيلو روم الأسود 130 جنيه. تنفيذ كيلو الوز 125 جنيه. تنفيذ كيلو الأرنب 105. تنفيذ كيلو البط البلدي أو السوداني جملة من أرض المزرعة 120 جنيه. تنفيذ كيلو البط المرر 85 جنيه. تنفيذ كيلو البط الأبيض 75 جنيه. سعر جوز السمان جملة من أرض المزرعة الجوز ب70 جنيه. جوز الحمام البلدي بيبدأ من 130 إلى 140 جنيه على حسب حجم الحمام. سعر طبق البيض البلدي جملة من أرض المزرعة 148 جنيه. سعر طبق البيض الأحمر جملة من أرض المزرعة 145 جنيه. سعر طبق البيض الأحمر جملة من أرض المزرعة 150 جنيه. ولو عجبكم الفيديو بتاعه وبتستفادوا منه، أول حاجة دعمونا اللايك الحلو بتاعكم واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.